استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حماد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعددا من كبار المسؤولين. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة للمزيد من التنمية والتطور في مملكة البحرين. وقد اطلع صاحب الجلالة على إحصائيات النمو الاقتصادي في المملكة والبالغة بموجب 2.7% للربع الأول من عام 2019 منوها جلالته بهذه النتائج الإيجابية، مؤكدا جلالته على أهمية استمرار العمل على تحسين كافة الجهود وتطوير الخدمات الحكومية لما لها من دور كبير في بلوغ مستويات أعلى من النمو النوعي، لتواصل المملكة السير بخطى ثابتة نحو تعزيز المسيرة التنموية الشاملة من أجل الخير والتقدم للوطن والمواطنين الكرام. كما أعرب جلالة الملك المفدى أيده الله عن شكره وتقديره لسعادة السيد صلاح المالكي سفير مملكة البحرين لدى الجمهورية العراقية على جهوده الطيبة في تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. هذا وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار الضباط. وقد رافق جلالته خلال الزيارة اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، حيث تابع جلالته أيده الله آخر المستجدات والموقف العام في المنطقة، معربا جلالته حفظه الله عن شكره واعتزازه بجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوى دفاع البحرين على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بشجاعة وروح معنوية عالية وعزيمة صادقة وما وصلت إليه مختلف أسلحة قوة دفاع البحرين من مستوى متطور وجاهزية قتالية رفيعة، متمنيا جلالته حفظه الله لهم جميعا دوام التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرف.